أدبي تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. أبنائي وأعزائي طلاب الصف الثالث المتوسط، أهلا وسهلا بكم مع درس جديد من دروس الوحدة الأولى، وعنوان هذه الوحدة حقوق وواجبات. بعدما تكلمنا في اللقاء السابق عن الرسم الكتابي، وهو رسم حرف اللام وأيضا اللام ألف بخطي النسخ والرقعة، اليوم نتكلم عن درس جديد من دروس الصنف اللغوي وهو بعنوان اسم الفاعل. فانتبه معي عزيزي الطالب، هيا بنا نبدأ سويا لنتعرف على اسم الفاعل. ركز في هذه الصورة، ماذا يوجد في الصورة؟ نستطيع أن نقول إنه شخص يكتب رسالة، شخص يكتب رسالة. بماذا نصفه؟ نستطيع أن نصفه بأنه كاتب، نستطيع أن نقول إنه كاتب. ماذا يفعل المصلي في هذه الصورة؟ إنه يسجد، نعم يسجد. بماذا نصفه؟ نستطيع أن نقول إنه ساجد. الرجل الذي يسجد نستطيع أن نقول إنه ساجد. ماذا يفعل الفتى؟ هنا نجد أن الفتى يتسلق النخلة. بماذا نصف الذي يتسلق النخلة؟ نستطيع أن نقول إنه متسلق. الذي يتسلق النخلة نستطيع أن نقول إنه متسلق. عزيزي الطالب، نستطيع أن نقول إن جميع الكلمات التي داخل المستطيلات مأخوذة من الفعل الذي اشتقت منه، الفعل الذي اشتقت منه. تأمل معي أولا، واحد، قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. سؤال: من أي أنواع الكلام اللفظ الذي كتب بلون مغاير؟ اللفظ كافل هو الذي كتب بلون مغاير، نستطيع أن نقول إنه اسم فاعل، إنه فعلا اسم فاعل. فنجد أن اسم الفاعل كافل اشتق أو أخذ من اللفظ كفل، كفل. فنجد أن كفل اسم الفاعل منه كافل، فعل فاعل. سؤال: ما الفعل الذي اشتق منه كفل؟ الفعل الذي اشتق منه كفل، نجد أن الفعل الذي اشتق منه كفل، وكم عدد أحرف الفعل السابق؟ نجد أن الفعل الذي اشتق منه كفل، وأيضا عدد أحرف الفعل السابق ثلاثة أحرف. فنجد أن كفل، عد مع عزيز الطالب، الكاف والفاء واللام ثلاثة أحرف، نعم ثلاثة أحرف. أولا نستنتج إذن هو فعل ثلاثي على وزن فعل، ويدل على حدث في الزمن الماضي. نجد أن الفعل كفل فعل ثلاثي، وجاء على وزن فعل
ويدل على حدث في الزمن الماضي. ولاحظوا أن الاسم كافل يزيد عن الفعل كفل بحرف هو الألف. الفعل كافل يزيد عن الفعل كفل بحرف هو الألف. إذن الاسم كافل على وزن فاعل، فالاسم كافل يدل على حدث وفاعله ويسمى اسم فاعل. اسم فاعل. قال تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. سورة الإسراء. فكلمة صالح اسم مشتق من الفعل صالحا صلحا، وهذا الفعل مبني للمعلوم وليس للمجهول. صالحا، نجد أن كلمة صالح اسم، نعم اسم ليس بفعل ولا حرف، تستطيع أن تضع الألف واللام فتقول الصالح، تستطيع أن تضع أيضا التنوين، تستطيع أن تضيفه إلى تاء الفاعل. ونجد أن هذا الاسم اسم مشتق من الفعل صلحا صالحا، فالاسم صالح يزيد عن الفعل بحرف هو الألف، بحرف هو الألف. بعد ذلك لو جئنا بوزن الاسم صالح نجد أن الوزن هو فاعل، الوزن هو فاعل، صالح على وزن فاعل. فالاسم يدل على الحدث وفاعله، الحدث وفاعل هذا الحدث. نأتي إلى معنى كلمة مشتق من الفعل. ما معنى كلمة مشتق من الفعل؟ أبنائي الطلاب، ما معنى كلمة مشتق من الفعل؟ نجد أن معنى مشتق من الفعل تعني مأخوذا من الفعل، أي من نفس لفظ الفعل، مثل مشتق من الفعل مثل صلح صالح، وكفل كافل، وضرب ضارب. فكلمة مشتق من الفعل تعني مأخوذا من الفعل. أولا، ثلاثة، إني أرى فقراءكم في حاجة لو تعلمون لقائل فعال. فكلمة قائل نجد أنها اسم ليست بفعل ولا حرف، وهذا الاسم مشتق من الفعل قال، مشتق من الفعل قال، وسيأتي توضيح كيف جاءت قائل من قال. انتبه معي، وزن الاسم قائل هو فاعل، وزن الاسم قائل هو فاعل. ثانيا، المسلمون متكاتفون فيما بينهم. المسلمون متكاتفون فيما بينهم. السؤال: ما الفعل الماضي الذي اشتق منه الاسم متكاتف؟ الفعل الماضي الذي اشتق منه الاسم متكاتف. نجد أن الفعل الماضي منه تكاتف، تكاتف، فعل ماضي من الفعل من الاسم متكاتف. السؤال: كم عدد أحرف هذا الفعل؟ نجد أن عدد أحرف هذا الفعل 5 أحرف. انتبه معي، ت ك ت ف، ت والكاف والألف والتاء والفاء، 5 أحرف. الصوغة الفعل المضارع منه، انتبه حتى نستطيع أن نأتي باسم الفاعل من هذا الاسم الزائد عن
ثلاثة أحرف، انتبه، أصوغ الفعل المضارع منه فتصير يتكاتفوا. يتكاتفوا، جئنا بياء المضارعة حتى يصير الفعل مضارع، لأن لو قلنا تكاتف فهذا ماضي، فعندما جئنا بالياء تغير الفعل من الماضي إلى المضارع. ولاحظوا أن الفعل الذي عدد أحرفه أكثر من ثلاثة أحرف لا يصاغ الاسم منه على وزن فاعل. نعم، لا يأتي الاسم منه على وزن فاعل كما في متكاتف. سؤال: ما التغيير الذي طرأ على الفعل المضارع عندما اشتق منه الاسم متكاتف؟ نجد في متكاتف تغيير، قلبت ياء المضارعة فصارت ياء يتكاتف، وهذه الياء قلبت إلى ميم مضمومة فصارت مو 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 متكاتف. انتبه معي إلى الآخر، متكاتف. الخطوة الثانية: جاء كسر ما قبل آخره من يتكاتف فصارت متكاتف، بعد ما كانت ياء المضارعة في الأول يتكا تاء تاء، والتاء في الأخير آخر قبل الآخر حركتها الفتح فصارت يتكاتف. الآن جئنا بميم المضارعة فصارت مو، وشلنا الياء، حذفنا الياء طبعا، فصارت مو تكا، وكسر ما قبل الآخر فصارت متكاتف. متكاتف. الخطوات والتغيير الذي طرأ على الفعل المضارع: يتكاتف، حذفنا الياء وأبدلناها بميم مضمومة، وجئنا بتغيير أيضا الحركة للحرف الذي هو قبل الآخر وهو التاء فصارت متكاتف. تستطيع عزيزي الطالب أن تأتي الآن باسم الفاعل من غير الثلاثي، تقلب ياء المضارعة من مضمومة وتكسر ما قبل الآخر، فنجد أن الاسم المشتق متكاتف يدل على الحدث وفاعله أيضا، يدل على الحدث وفاعله. أعلم أن عند صياغة اسم الفاعل من الفعل الثلاثي الذي وسطه ألف تقلب ألفه همزة في اسم الفاعل، مثل عال، نقول اسم الفاعل منه عائل، قال قائل كان في المثال السابق قال قائل، و جاع جائع، وصام صائم. هذه أمثلة كثيرة تدل على أن عند صياغة اسم الفاعل من الفعل الثلاثي والذي وسطه ألف تقلب هذه الألف همزة في اسم الفاعل، مثل عال عائل كما بينا في الأمثلة السابقة. أعلم أن اسم الفاعل يشتق من فعل مبني للمعلوم وليس مبنيا للمجهول. مبني للمعلوم، انتبه معي، يشتق اسم الفاعل من فعل فقط مبني للمعلوم. ثانيا، قال تعالى رقم 2: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. سورة الإسراء الآية 27. سؤال: ما الفعل الماضي الذي اشتق منه الاسم مبذر؟ الفعل الماضي الذي اشتق منه الاسم مبذر، نجد أنه اشتق من الفعل بذر، بذر، بذر. انتبه معي، كم عدد أحرف هذا الفعل؟ أربعة أحرف، أربعة أحرف. كيف أستاذي؟ الباء والذال والراء، هذه فقط ثلاثة أحرف. لا عزيزي الطالب، نستطيع أن نقول أن الباء حرف والذاء حرف مضعف، أي حرفين،
الباء والذاء والذاء والراء فنقول أنه أربعة أحرف وليس ثلاثة أحرف. سؤال: ما مضارع هذا الفعل؟ نأتي بالمضارع من الفعل بذر، نأتي فقط بياء المضارعة عز الطالب بكل سهولة، فيصير يبذر يبذر يبذر. انتبه إلى ياء المضارعة والحرف الذي هو قبل الأخير الذاء يبذر. نجد أن الحركة هنا الكسر، انتبه معي حتى تستطيع أن تجيب عن السؤال التالي. السؤال: ما التغيير الذي طرأ على الفعل المضارع يبذر عندما تحول للاسم المشتق مبذر؟ مبذر نجد أنه قلبت ياء المضارعة ميما مضمومة مو مو، وكسر ما قبل الآخر مبذذر، ونقول أنه في هذه الحالة استخدمنا حالة واحدة وهي قلب ياء المضارعة بيما مضمومة، ونجد أن هذا الاسم كان قبل آخره مكسور فلم نأتي بكسر ما قبل الآخر فطرأ تغيير واحد. سؤال: عندما صغنا متكاتف أجرينا تغييرين، نعم أجرينا تغييرين على صورة المضارع، وعندما صغنا مبذر أجرينا تغييرا واحدا على صورة مضارعه، فما السبب؟ من يستطيع أن يجيبنا عن هذا السؤال؟ نعم نعم عزيز الطالب، عندما صغنا متكاتف قلنا المضارع منه، ما المضارع من متكاتف؟ قلنا أنه يا يتكاتف، جئنا بياء المضارعة والحرف الذي قبل الآخر التاء كان مفتوحا متكاتف يا يتكاتف، فجئنا بالماء مو متكاتف، هذه أول خطوة مو، و بعد ذلك كسرنا غيرنا تاء إلى تي، كسرنا ما قبل الآخر فصارت متكاتف متكاتف، فأجرينا تغييرين. أما في مبذر كما قلت سابقا مبذر، إذا جئنا بالمضارع فسيكون يو يبذر يبذر، فقط جئنا بياء المضارعة، وإذا نظرنا إلى الحرف الذي هو قبل الآخر فنجد أن الذال حركتها الكسر، فلا نستطيع أن نكسر ما قبل، فلا نريد أن نكسر ما قبل الآخر لأنها مكسورة بطبيعة الحال فصارت مبذر. انتبه معي الإجابة: لأن الفعل المضارع يبذر كما قلت مكسور ما قبل آخره، فقلبت ياء المضارعة ميما مضمومة فقط. أما في الفعل المضارع يتكاتف فقلبت ياء المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره. مرة أخرى نجد أن الفعل يبذر مكسور ما قبل آخره، فقلبت فقط ياء المضارعة هذه الياء هذه إلى ميم مضمومة فقط فصارت مبذر. أما في الفعل المضارع يتكاتف فقلبت ياء المضارعة ميما مضمومة وأيضا كسر ما قبل آخره. ثانيا انتبه معي: مما سبق أكمل تعريف اسم الفاعل، نستطيع أن نقول اسم الفاعل إخواني الطلاب هو اسم مشتق من الفعل ويدل على الحدث وفاعله. اسم مشتق من الفعل أي مأخوذ من نفس لفظ الفعل ويدل على الحدث وفاعله. أعلم أن اسم الفاعل
انتبه عزيزي الطالب، يصاغ من غير الثلاثي على وزن او على صورة مضارع مع ابدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبله اخره. كل سهولة نستطيع ان نصوغ الان اسم الفاعل من غير الثلاثي اي الزائد عن ثلاثة احرف، وغير الثلاثي عزيزي الطالب لا فرق هناك ان كان اربعة احرف او خمسة او ستة او سبعة، ليس هناك فرق، ولكنه يقال عليه غير الثلاثي على صورة مضارع مع ابدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبله اخره. ثالثا، اشارك مجموعتي لاكمال المنظم التالي، فانتبه معي. اسم الفاعل يصاغ من كما قلنا من الفعل الثلاثي ومن الفعل الزائد عن ثلاثة أحرف أي غير الثلاثي، فيأتي من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، يأتي على وزن فاعل، كفل كافل، شرب شارب، أكل آكل، سمع سامع. هذه أمثلة كثيرة على اسم الفاعل من الفعل الثلاثي، من الفعل الثلاثي. أما الفعل الزائد على ثلاثة أحرف فاسم الفاعل يصاغ منه على صورة مضارعه ثم إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبله الآخر إن لم يكن مكسور الآخر، تكملة، إن لم يكن مكسور الآخر، مثل بذر مبذر، فإن كان مكسور الآخر فلا نأتي بالكسر قبل الآخر. مثال مستذكر، مستذكر. فالآن عزيزي الطالب ستقول أن اسم الفاعل يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن فاعل ومن الفعل غير الثلاثي على صورة مضارع ثم إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبله. ثالثا، أعود إلى نص استراتيجية قراءة واجب الشباب المسلم، وأستخرج اسمي فاعل لفعلين ثلاثيين وآخرين لفعلين زائدين عن ثلاثة أحرف وأذكر أفعالهما. اسم الفاعل من فعل الثلاثي حاملة، فعله حملة، حملة حاملة، فاعلة فاعلة. اسم فاعل من فعل زائد عن ثلاثة أحرف مختلفة، فعله اختلف. ونجد أيضا الثلاثي ساطع، نور ساطع، فعله سطع، ساطع، فعل ثلاثي. نجد أن حمل وسطع فعل ثلاثي، جاء اسم الفاعل منه حاملة وساطع على وزن فاعلة، و أيضا الفعل الاسم مسلم، مسلم، فعله أسلم، فعله أسلم غير ثلاثي، فنجد أن اختلف وأسلم صيغة منهما اسم الفاعل من فعل زائد عن ثلاثة أحرف. ثالثا، أصوغ اسم الفاعل من الأفعال التالية. جعل، نجد أن اسم الفاعل منه جاعل. تسول، متسول، متسول. لو جئنا بهذا الفعل تسول الخطوات كما قلنا سابقا، نقلب هذه، نحول هذا الفعل إلى المضارع فتصير يتسول. نأتي بعد ذلك بإبدال ياء المضارعة ميم مضمومة فتصير متسول. نكسر ما قبل الآخر فتصير متسول. هذا في صياغة اسم الفاعل من غير الثلاثي. سأل سائل، سأل سائل. هدى هاد، أيضا صيغة اسم الفاعل من سأل على وزن فعل سائل، وهدى
هاد علم، علم فعل ماضي غير ثلاثي جاء باسم الفاعل منه على وزن معلم، على وزن معلم كما قلنا سابقا. إبدال حرف المضارعة، نأتي بالفعل في صورة المضارع، وإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة، ونكسر ونكسر ما قبل الآخر. إلى هنا أبنائي طلاب الصف الثالث المتوسط، نكون قد انتهينا من درس الصنف اللغوي اسم الفاعل، وعرفنا كيف يصاغ اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل ومن غير الثلاثي على وزن أو صورة المضارع، مع إبدال ياء المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.